بلقيس فتحي تهدي أغنية لنايف هزازي تتحدث عن سلطان وتنشر فيديو قبل التجميل. تحدثت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي مع الإعلامي علي العلياني عن طلاقها من رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف لأول مرة، بالإضافة إلى كلامها عن خطيبها الأول اللاعب السعودي نايف الهزازي. كنت حابة الوضع النفسي اللي كنت فيه، فقلت اكتبوا لي، دقوا في بيتي وجاء حبيبي في بيتي. كنت في مرحلة خطوبة لما خطبت طبعا للاعب نايف الهزازي في الأول. دقوا في بيتي كانوا يعملوا فرح. طيب وانت بعدين سويتي أمبي بعد؟ اي أمبي يا يما، يمكن حبيت. وقالت عن خطبتها من نايف أنها خطوة جريئة في المجتمع السعودي، خصوصا أنه لم يقبل عليها أحد من قبل ولم تعتبره كزوج سابق. أما عن طلاقها من رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، فقالت أنها عانت من الانفصال ومرت بأزمة نفسية صعبة، وكانت محاطة بأشخاص استغلاليين وتمكنت من التخلص منهم. فذيك الفترة كان هذا يمكن أول مرة أنا أذكره، ضعفوا لي جرعات حقت الأدوية عشان أستطيع أن أقف على المسرح وأتحكم بالانفعالات حقي اللا إرادية. وأيضا عرض الإعلامي فيديو يظهر بدايات بلقيس فتحي مع والدها الفنان اليمني الشهير أحمد فتحي قبل الشهرة، حيث باتت ملامحها متغيرة قبل خضوعها لعمليات التجميل. اضربونا لغير ذكر حبيبي. أما عن الزواج، فقالت أنها تتمنى أن يكون عريسها رجل لا يغار عليها من عملها الفني. يعني ما أعتقد أنه زواجي من ثري ممكن أخليه يسمح أنه يطفي شغفي، لأنه أنا أشتغل بحب، أنا أشتغل لأنه أحب فني، وأشتغل أني أحب صناعة الموسيقى، فصعب أني أتزوج شخص يأمني ماديا مقابل أني أترك شغلي. لا أبدا، ما أعتقد أني أستطيع.